ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ تعالوا نشوف بقية الفيديوهات اللي احنا او الفيديو اللي عملناه اول مرة بتاع السوانيت اليوجا. ايه يعني كنا عملناها على الرجل او مساج للرجل. تعالوا نشوف استخدامات تانية مختلفة كده ومتنوعة ليها وتمارين كويسة جدا مفيدة اوي 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 للظهر. تعالوا نشوف كده مع بعض بنبدأ ازاي. طبعا اول حاجة طبعا بتظبطها كده في مكان كويس يكون يعني واسع اهم حاجة، وتبدأ تحطها كده وترفع جسمك او المكان الوسط من على الارض عشان تبدأ تستفيد بيها وتمشي عليها كده. هو الجزء العلو كده من الظهر. ممكن كمان على فكرة بتستخدمها كمساج للرقبة بالطريقة ديت كده. هو تمام، بتظبطها او بتظبطيها على الرقبة وبتبدأ مساج للرقبة. طبعا الحاجات دي كلها يا جماعة يعني عايز اقول لكم بتحرك الدم الراكد في اماكن كتيره جدا لانها بتضغط على الخلايا بشكل كويس تمام، وفي نفس الوقت مش مؤلمه لان الفوم دي والحاجات ديت طريه ما هياش قويه يعني تمام. تبدا تظبط او تظبطي كده ايه كل مره بتمشي الظهر عليها. طبعا افيد ان يكون الظهر كله مرفوع. ممكن انزل ظهري، طبعا التيشيرت بيتشد زي ما انتم شايفين كده، ممكن انزل ظهري بعد ما يعدي من عليها تمام. هتشوفوا كده ازاي. خلاص ببدا انزل ظهري، اسيبها شويه تحت وسط كده. بتعمل فرق كبير جدا يا جماعه، يعني بترد الظهر بتعدله، عارف انت كده اكن شغل السمكره كده رد للظهر. خلاص بتعدله وهتحسوا طبعا بالفرق ده بشكل كبير جدا اما تعملوا الحركات ديت بنفسها. في تمرين زياده كمان ممكن نعمله عليها طبعا عشان بعد الدماغ هنا، فممكن رجلية تكون نفس الوزن. المهم فبتعمل التمرين ده بالطريقه ديت كده، برضو ممكن تكرره لعدد لاي رقم او اي عدد من العدات حسب راحة كل واحد او كل واحدة واحتياجه من التمرين واحساسه بانه هو مفيد بالنسبة له. طبعا بقية التمرين الجزء التاني بقى واللي تحت من الجسم الرجلين تمام، بعمل التمرين ده كده برضو. خدوا بالكم التمرين ده بيكسر الدهون اللي موجودة ومتراكمة في منطقة الارداف بشكل كبير جدا وبشكل قوي. طيب في استخدام كمان زياده، ان لو عندي انا البارات بتاعه البوش اب ديت اللي هي البارات بتاعه الضغط، ببدا استخدمها بالطريقه اللي انتم شايفينها ديت، بحيث ان هي اسند عليها ايديا وابدا ارفع رجلي وبمشي عليها بالطريقه ديت كده. بتعمل مساج لمنطقه الافخاد وبرضه بتكسر الدهون تمام يا جماعه. لما تكرر ده كل يوم صدقوني بتكسر الدهون بشكل غير طبيعي، بتضغط عليها بتخليها تتحرك وتمشي وتبدا يعني تقل حجمها. طبعا مع طبعا نظام غذائي يكون برضو كويس. ببدا ابدلها طبعا على جميع اجزاء الرجل زي ما انتم شايفين كده، ومفيد كمان التمرين للدراعات والايدين لان انا محمل الجسم كله على الايد تمام، والبراط رفعاني بشكل كويس. ممكن كمان بعمل وانا قاعد بنفس الطريقة ديت المساج للرجلين برضو، واهتم شوية بالكعب. الكعب يا جماعة برضو اللي هو ما بنجيش ناحيته خالص، بقلب رجلي كده عشان برضو اعمل مساج لكل جوانب الرجل اللي حرك الدم اللي راكد اللي فيها بشكل كبير. طبعا كل ده باستخدام اسطوانة اليوجا والبراط ديت تمام. تعالوا نشوف بقى لو انا بستخدم او ما من غير البراد دي هعمل التمرين ازاي. زي ما انتم شايفين كده ساند على ايدي، بس يمكن البراد بصراحه ساعدتني بشكل كبير، هي كانت عندي من الاول، فكل ده طبعا كان كويس في ان هو ساعدني اعمل التمرين بشكل كويس قوي. اهيت ديت البراد، ده الفرق بقى ما بين استخدام البراد وبين ان انا بعمل تمرين من غيرهم. شوف اسهل ازاي وبترفع الجسم وتخليني اقدر استفيد من البقرة دي او عمود اليوجا بشكل كبير جدا، ودي حاجة كويسة جدا انا بصراحة حبيتها. كانوا مركونين عندي وبصراحة اصبح لهم استخدام دلوقتي معايا في التمرينات مع اسطوانة اليوجا. طبعا احنا ما بنعملش يوجا بس هي اصلا مسمينها كده،
بس عايز اقول لكم يا جماعه، يعني بتحرك الدم وبتنشط الدم اللي راكد في اجزاء كبيره جدا من الجسم اللي احنا ما بنعملش فيها اي حاجه. ومين مين بيروح يعمل مساج مثلا في المراكز اللي هي الصحيه ولا الكلام ده كله؟ ما فيش حد. فاعتقد ان ده الامر هيكون مهم جدا وكويس جدا ان هو موجود عندك في البيت او عندك في البيت الاسطوانه دي. هسيب لكم طبعا الرابط بتاع الشراء اللي عايز يدخل على موقع سوق اللي معايا عايز يدخل على موقع امازون من خلال الرابط اللي هسيبه تحت الفيديو، بيخش وبيتنقل للموقع وبيبدا يدور عليها، يكتب كده اسطوانه اليوجا او عمود اليوجا وهتطلع له ويقدر يشتريها. شكرا ليكم وشوفوا فيديو تاني.